والنهاردة شبكة بلومبرج أيضا توجه سهما جديدا إلى مصر، تقرير جديد مليء بالمغالطات وفي السم في العسل، يعني في بعض الحقائق لكن مدخلين في بعض المغالطات أيضا. إزاي إحنا كدولة، يعني مش بس كحكومة، كوسائل إعلام مختلفة، كهيئة استعلامات، كسفارات مصرية في الخارج، إزاي نواجه ده؟ أستاذة إنجي مساء الخير. أولا مساء النور، أهلا بك. خلينا نتفق على مبدأ أنه ما دام هناك إنجازات فلا بد أن يكون هناك نقد، وعلى قدر قدرتك على صنع الإنجازات على قدر الهجوم الذي سوف تواجهينه بشكل أو بآخر. فدي مش حاجة جديدة ولن تكون المرة الأخيرة، يعني إن كنا بنعاني خلال الفترة السابقة فده خلينا نقولها بالبلدي كده دلالة على أن احنا ماشيين في الطريق الصح. زمان أحد الحكماء قال: هم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون. اللي عايز يقول حاجة يقولها. فإحنا أنا برجو من الإعلاميين وبرجو من الناس ما يبقاش عندهم الحساسية الأكثر من اللازم لما يقال في الغرب، لأن ما يقال في الغرب حتى بالنسبة لحكامهم أكبر مما نتخيل. دكتور أيمن، هو مش حساسية بقدر ما هو أنه بالتأكيد هم عندهم رسالة وبيصنعوها ببراعة شديدة وبتصل لعقول الكثيرين، إحنا كمان المفروض يكون لنا رسالة مضادة. مباراة، هي مباراة طرف واحد بس اللي بيلعب. نحن خلينا نتفق أيضا على أنه ليس لدينا إعلام خارجي يواجه الحملات، وليس لدينا قدرة على مواجهة الإعلام بالإعلام. نحن ما لدينا في مصر حاليا هو إعلام داخلي يتوجه إلى الجمهور الداخلي بطريقة تفكير الجمهور الداخلي بالأهواء التي أو بالأشياء التي تستهوي الجمهور الداخلي. فنحن نصنع بطولات أمام أنفسنا أكثر مما نصنع بطولات أمام الآخرين. خلينا نقول الآخرين بينتقدون بقسوة ومعظم حملتهم أو كلها ليست على حق، لكننا في الجانب الآخر لا يوجد لدينا إعلام قادر على مواجهة مثل هذه الأشياء.